إذن مشاهدينا، للتعليق على موضوع الاعتقالات والتقرير الصادر من هيئة علماء المسلمين، عود للانضمام إلينا من عمان عبر الهاتف نائب مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين الدكتور أيمن العاني. تسمعني دكتور الآن؟ نعم، حياكم الله. في ذكرى دكتور في ذكرى 70 لصدور ميثاق العالم لحقوق الإنسان، أصدرت الهيئة أو القسم من عندكم أصدر تقرير السنوي يتحدث عن الانتهاكات الحقوقية في العراق، ما أهم ما جاء في التقرير؟ أخي الكريم، بالنسبة للتقرير السنوي هو حقيقة سيدور بداية قادم في النسخة النهائية من التقرير. لا أبرز ما في التقرير هو أمور كثيرة نذكر منها الرصد الانتهاكات الكثيرة بالنسبة للمحاور. لدينا يعني 11 محورا تقرير بالإضافة إلى الخلفية العامة البداية في التقرير، وبكل محور رصدنا الكثير من الانتهاكات بدءا من القتل خارج القانون إلى الخطف والإعدام، فالنزوح والتهجير القسري، وكذلك حال أوضاع المرأة والطفل وأوضاع الأقليات. كل هذه المحاور والتغيير الديمغرافي والإفتاء من العقاب وأوضاع الحريات العامة، الفساد والبنى التحتية، هذه كلها حقيقة جاء فيها يعني نقاط كثيرة جدا لا يسعنا الآن إلى ذكرها، لكن الذي يعني بالمجمل هناك زيادة في الانتهاكات عن العام الذي سبق بنسبة 37 إلى 40%، حسب التقرير وحسب الرصد وحسب طبعا نتكلم أنا عن يعني إذا كان عدد الانتهاكات التي رصدتموها في العام الماضي دكتور، إذا كان عدد الانتهاكات التي رصدت في العام الماضي هي 1192، أي أن زيادة تقريبا بمقدار حوالي 500 انتهاك جديد أو أكثر في عام 2018؟ لا، في هذه 1192 معتقلا رصد القسم اعتقال 1192 معتقلا خلال شهر آذار الماضي خلال حملات 172 حملة معلنة أعلنت عنها وزارتا الداخلية والدفاع الحاليتان. والحقيقة هذه الأعداد شكلت صدمة في الواقع في هكذا شهر، يعني تكون أعداد بالنسبة للسنوات السابقة هكذا شهر يكون عدد الاعتقالات يعني ليس بهذا الحجم. لكن المشكلة في العراق اليوم هو استبداد الميليشيات ويعني سيطرتها على الملف الأمني بشكل كامل، إضافة إلى سهولة كيل الاتهامات وغياب القانون وإجراءات غير قانونية تعسفية غير قانونية حقيقة تجري منذ اللحظة الأولى للاعتقال سيرا إلى الاحتجاز والتحقيق والأمور الأخرى. لكن الذي يعني تم رصد أيضا أنه هنالك العديد من المعتقلين السابقين والحاليين الذين لم يتم زيارتهم من قبل ذويهم، لأنه هذا الأمر تمنع وزارة العدل الحالية والسابقة والتي سبقتها أيضا والأسبق. فالمشكلة هذه طبعا عدم زيارة المعتقلين تضعهم في دائرة التغييب الكامل والعزل عن العالم، عرضة للابتزاز، عرضة للتهديد. ولا أحد طيب دكتور، ما أبرز المدن التي زادت فيها الانتهاكات؟ معظم المدن بالإضافة في العاصمة بغداد هي المحافظة
التي تم استعادتها من داعش استفردت فيها الميليشيات بالكامل، تحاول التنكيل والنيل من أهلها وإذلالهم ووضعهم في أمور حرجة تسببت حتى بنزوح حتي بالنسبة للعائلات النازحة التي عادت إلى مناطقها. نعم. اليوم تضطر منهاج الميليشيات الانتقامي البحث بأبعاد طائفية واضحة لا يمكن لأحد أن ينكرها. نعم الدكتور أيمن العاني نائب مسؤول قسم حقوق الإنسان بهيئة علماء المسلمين كنت معنا عبر الهاتف من عمان، شكرا جزيلا لك.